السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقة ده كان أول إن شاء الله هيكون أول فيديو فيما يخص البيرسونال براندنج، وأنا الحقيقة حبيت أشكر المهندس كريم سعيد وكل الناس اللي شاركت في الديسكشن اللي اتحطت على الجروب آخر مرة. كنا بنتكلم فيها حوالين إيه هي فكرتكم عن البيرسونال براندنج، إزاي تقدر تبني لنفسك بيرسونال براندنج، إيه أهميته. الحقيقه يعني انا اعجبت جدا بكل الاراء اللي بقيه الزملاء حطوها هناك على الجروب. الحقيقه برضو بتعكس فهم جيد جدا لفكره البيرسونال براندنج، ويمكن انا بس دوري هنا في الفيديوهات دي احنا هنحط فريم ورك او نبروز ازاي نقدر نحول الكلام دوت في شكل سيستم او بسيستماتيك ابروتش، يعني او بخطوات مدروسه ازاي ده نبني بيرسونال براند، او ازاي المهندسين كمهندسين محترفين يقدروا يعملوا البيرسونال براند بتاعهم، وايه الميزه وايه الفايده ان انت تبدا تشتغل على البيرسونال براندنج بتاعك. فاول خطوه في الموضوع خالص هو دايما احنا بنحاول نبدا بليه، ليه احنا بنعمل البيرسونال براندنج، وده كان اول سؤال سالناه على الجروب هناك، وكنا عايزين نعرف اراء حضراتكم فيه بالتحديد. لما تروح تشوف في الاساس يعني ايه التعريف بتاع البيرسونال براندنج، هتلاقي ان الكونسيبت ده يمكن بدا في نهايه التسعينات اوائل الالفينات وناس اتكلمت فيه، ولكن التعريف بتاعه لو انت حتى دورت عليه في تعريفات مختلفه ليه، لكن فكرته ببساطه هو البراكتس ان انت بتسوق الاشخاص زي ما احنا كده بنسوق البراند بتاع الشركات. وده طبعا موضوع التسويق لبراندات الشركات او الماركات بتاعت الشركات فكره قديمه مش جديده، ولكن الجديد في الموضوع ان انت هل انت كشخص تقدر برضو ينطبق عليك نفس البراكتس بتاع التسويق، وايه الهدف وايه الميزه اللي ممكن تعود عليك، او ايه الفايده اللي ممكن تعود عليك من تسويق نفسك كبراند. الحقيقه الموضوع ده بيحصل من غير ما احنا نحس، يعني وانت في حياتنا الشخصيه اكيد بتشوفوا الكلام دوت، وتشوف ان انت مثلا لو قلت لك والله الراي ده قاله المهندس فلان او قاله شخص تاني اكس، هتلاقي نفسك ميال للشخص الاولاني او رايه. ولو سالتك ليه السبب تقول والله كل المرات اللي اتعاملت معاه كان الراجل كان مصدر ثقه ومعلوماته بيجيبها من مصادر موثوقه، ودايما كان واثق جدا في معلوماته وبيقدر يدينا ريفرنس نقدر نرجع للمعلومه دي جابها منين. وبالتالي قدر الشخصيه دي تحط براند ليها انها مصدر موثوق فيه بالنسبه للمعلومات، وبالتالي انت تقدر تتعامل معاه باريحيه شديده وتثق في الكلام اللي بيقوله. على العكس لما حد تاني بيبقى دايما مش واثق من مصادر معلوماته او بيقول كلام من غير ما يكون دقيق فيه، حتى لو في مره جه اصاب بتحس ان انت محتاج تراجع ورا الكلام ده شويه، او هيبقى عندك علامات استفهام، او مفيش ثقه كافيه في الكلام بتاعه. ففكره البيرسونال براندنج مرتبطه جدا بفكره بناء الثقه. عشان كده لما جم صنفوها او حطوا الديفينيشن بتاعها اللي انتم شايفينه قدامكم، هي قال لك ان دي اون جوينج بروسيس مستمره، ديفلوبنج ومينتيننج الريبيتيشن بتاعتك انت، هذه السمعه اللي انت بتبنيها عند الاطراف الاخرين والامبريشن اللي بتسيبه عند الانديفيدجوالز الاخرين سواء كاشخاص او كمؤسسه. فده نقطه مهمه قوي. زي ما قلت لكم الموضوع بدا في اواخر التسعينات او بدايه الالفيه، الناس اتكلمت في الموضوع ده كتير، هتلاقي في توم بيترز، هتلاقي في ناس كتير اتكلموا فيها قالوا برضو، ودي عشان كده انا عاملها الجزء ده بولد شويه، فقال لك يور براند از البرسبشن بتاعت الايموشن بتاعت الاخرين، ازاي شايفينك، ازاي بيتعاملوا معاك، وازاي بيوصل لهم رايك. وعلى فكره هتلاقي في جزء كبير قوي من موضوع البيرسونال براندنج ده ليه علاقه كمان مش بس بقد ايه انت كويس قوي في مجالك تكنيكال، لكن كمان ميزاتك الشخصيه وطرقك في التعامل مع الناس بتبني جزء من البراند بتاعك. هديك مثال بسيط. لو انت عندك زميلك في الشغل اتنين، واحد بيتنطط او يعني دايما بيستخدم اسلوب فيه شيء من التعالي، لكن دايما اراؤه الى حد ما سليمه، هتظل مش بتحب تسمع منه الراي. ليه؟ لان هو عنده حته غرور او تعالي او الايجو بتاعه عالي، وبالتالي هتقول والله يعني حتى لو هتلاقيه ناس كتير في مناقشات معاه في الاجتماعات بتختلف معاه لمجرد انها عايز تختلف معاه، يبقى الموضوع بقى شخصي، وهو مهارته اللي كانت موجوده في الجانب التكنيكال ما قدرش يغطيها بجانب كمان من السوفت سكيل، وبالتالي يقدر ينتصر لوجهه نظره ويوصل لها. وهنا بنقول بقى ان في نوعين من الحته بتاعت البيرسونال براندنج ده. هل انت لو عندك عايز يكون عندك براند محترف، خليك دايما بتنتصر للحقيقه مش لشخصك، يعني في كل مناقشاتك في كل عمليات بحثك في كل اللي انت بتدور عليه، ده ملخص البيرسونال براندنج، ان انت دايما لازم تكون انسان بتدور على الاكسلنس، بتدور على الفايده، بتدور على الميزه والقيمه المضافه للاخرين بهدف السيرفيس. لو عندك منطق تاني بتلعب عليه على البيرسونال براندنج غير دوت، صدقني هتفشل، لان انا ممكن اضحك عليك بعض الوقت لكن ما اقدرش اضحك عليك طول الوقت،
دي نقطة مهمة قوي، وهيبان ان انا فيك، وهيبان ان ده انا بعمله بشكل قاصد ان انا اعمل كده. فرجاء لما تخش في موضوع البيرسونال براندنج وانت هتشوف الخطوات اللي هنمشي فيها دلوقتي، وانا مش هطول كتير في الفيديو ده عشان برضو نسيب مساحة لحضراتكم تشوفوا وناخد ارائكم على الاجزاء اللي جاية ازاي نقدر نركز فيها، ولكن ده مقدمة كان لازم نتكلم عن جوانب الموضوع كله. يعني ايه بيرسونال براندنج، وقد ايه ليه علاقة يعني بعلاقتك بالاخرين وعلاقتك الداخلية. هنشوف كمان من مميزات البيرسونال براندنج فوائد كتير قوي لينا احنا على المستوى الشخصي. طيب فالبيرسونال براندنج باختصار لو انت عايز رأي فيه بناء على كل اللي انا شفته في القراءات والموضوع اللي انا اتعلمته في البيرسونال براندنج، هو ريفليكت لحاجة بنسميها يور في ام في سي، الفيجن والميشن والفاليوز والكالتشر بتوعك، هم دول الريفليكت اللي بيطلع من البراند بتاعك. تمام، رؤيتك والميشن بتاعتك والفاليوز اللي انت بتحدد الاكشنز بتاعتك والكالتشر، طريقة تعاملك في مع الاخرين مهمة جدا، كل دول بيرسموا صورة ذهنية عند كل واحد بيتعامل معك. طيب يبقى ايه الميزه بقى وايه الفايده لو انت عندك كلير في ام في سي، ودي هنتعلم ازاي هنعملها. هيبقى دايما عندك ليزر فوكس، الضوء العادي المشتت ده ما بيقدرش يقطع حاجه، لكن دايما الجزء الاضاءه المركزه بنسميها ليزر، والليزر بيقدر يعمل ليه استخدامات كتيره قوي، ده نقطه مهمه. فلما يكون عندك كلير فوكس تقدر توصل لاهدافك وتحققها، وبالتالي هيبقى عندك كلير يعني كارير ديفلوبمنت بلان واضح بالنسبه لك، بتبقى الامور دي واضحه. وانت ممكن تلمس الحته ديت لو انت بصيت على اغلب الاسئله اللي احنا بنشوفها على الصفحات بتاعه المهندسين او حتى غيرها من الشغلانات، هتلاقي دايما الناس بتسال اخد الاكشن ده ولا ده، اعمل شيفت كارير من هنا لهناك ولا العكس، اخد الشغلانه دي ولا دي، وهتلاقي الناس محتاره، والناس طبعا ما خاب من استشار، فطبعا الناس بتحاول تستشير وتقرا. ولكن الانسان لو عنده كلير في ام في سي وعارف بالظبط هو عايز يروح فين، في عنده سهوله شديده قوي ان هو ياخد قرارات زي دي بسهوله وباريحيه، وما يرجعش يندم فيها ولا يعمل هزيتيت في اي مرحله من مراحل الكارير بتاعته. دي نقطه مهمه قوي. طيب هتكون عندك اهداف وفي عندك اند ديستنيشن، لان احنا بنسمي الفي ام في سي او الفيجن والميشن بتاعتك لما تكون كلير عامله زي الكامبس او البوصله، وبالتالي البوصله دي بتحدد انت عايز تروح فين وممكن توصل لايه بسهوله جدا. زي ما انت تكون مثلا موجود في مكان جديد عليك ومشغل جوجل ماب، فالجوجل ماب بيقول لك عشان توصل من نقطه ايه للنقطه بي هو ده المسار، لو لقيت دوت زحمه ممكن تاخد مسار تاني، بس في الاخر المسارات تختلف ولكن الديستنيشن واحده. دي نقطة مهمة قوي بقى، ان انت كمان لو عندك كلير بيرسونال براندنج براكتس انت بتعمله، بتوصل للدريم جوب بتاعتك، ودايما دي بتفرق عن البراكتس العادي بتاعك. دايما لو انت في شغلانة بتقدم عليها السي في وبتكون واحد من ضمن الاف او مئات الناس اللي بيقدموا، وغالبا السي في بتاعك ممكن حتى لو مش مكتوب كويس بياخد من 7 لـ 8 أو 9 ثواني او حتى يمكن اقل او اكتر، ده الرقم اللي موجود، او حتى لو بيعدي على جزء من الماشين من البرامج اللي هي بتقرا السي فيات تطلع منها الكي ووردز، فممكن بسهوله جدا السي في بتاعك يحصل له دروب رغم ان انت ممكن تكون احق واحد بالشغلانه دي. لو انت عندك براند وقدرت تعمل نتورك بتاعتك وقدرت تربط اسمك بمجال معين ان انت بيرفكت فيه وراجل من الجوروز او البروفيشنالز الموجوده فيه، هتلاقي فيه اوفرز بتجيلك تحديدا. وده براكتس غريب شويه عننا، ولكن ده بيحصل فعلا في سوق العمل. في شغلانات بتيجي لاشخاص بعينهم، ليه؟ لان هم قدروا يبنوا جسور من الثقه ويقدروا يحطوا لنفسهم ريفرنس عند ناس كتير، فبالتالي الناس في ذهنهم ان انا لو عايز مهندس شاطر في المجال الفلاني ده اكيد هكلم المهندس فلان او المهندسه فلان. ليه؟ لان هو الراجل اكتف في المجال ده ودايما بيتكلم فيه واتناقشت معاه وساعدني كذا مره، فبالتالي هو احق حد بالبوزيشن ده، وانا اعتقد ان انا ارشحه وانا مطمئن تماما ان هو هيوفي الجوب ديسكريبشن بتاعه. فدي نقطه مهمه قوي، خلي بالك ده فكر مختلف عن الفكر بتاع. فلو حتى انت بتعمل البيرسونال براندنج بتاعك بس عشان توصل للدريم جوب بتاعتك، برضه ستيل ده شيء كويس جدا، وهتتعلم بعدها او هتعرف بعدها ان انت محتاج تبقى بتعمل ده بدافع غير ان انت بس توصل للهدف بتاع الشغلانه، ان الشغلانه ده يعني اقل فايده ممكن تجي لك من فكره البيرسونال براندنج. طيب بتساعدك جدا فكره ان انت تبقى عندك كلير في ام في سي او بيرسونال براندنج، ان انت تساعدك تاد فاليو، وهتسرع عمليه الديفلوبمنت بتاعك. ليه؟ لان انت تفتكر ان انت تقول الموضوع ان انا بس بشير اللي عندي، لا، انت لما تيجي تشير المعلومه اللي عندك
بتسمع قصادها 10 معلومات وانت بتحاول تلخصها تطلعها للاخرين، بتركز عليها اكتر وبتثبتها اكتر في ذهنك، ففي كميه الفايده اللي انت بتستفيدها تاكد انها 10 اضعاف النقطه او الفايده اللي انت بتضيفها للاخرين. وفعلا في كل مره حاولت ان انا اساعد حد بنقطه معينه او ابروزها له او اساعده فيها اتعلمت انا شخصيا حاجات كتيره جدا. فدي نقطه بشهاده الاخرين وبشهاده انا شخصيا، انا بقول لك انت هتستفيد بشكل كبير جدا 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 اضعاف الفايده اللي انت هتحاول تديها للاخرين. النقطه الاخيره في الحته دي، طبعا يعني ممكن نسرد وقت طويل نتكلم فيها على الفوائد، ولكن انا حبيت اركز لك الموضوع كله، ان انت بتغير المايند سيت بتاعك، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، من انفينيت بلاير لفينيت بلاير. الانفينيت بلاير والفينيت بلاير منطق مختلف شويه. يعني ايه انفينيت؟ يعني ايه فينيت بلاير؟ انا ممكن العب معاك جيم بلاي ستيشن مثلا وينتهي الجيم ان انا فزت او انت فزت، ده خلاص يعني ده فينيت، يعني خلصنا، دي سكور محدد وقواعد محدده وخلاص. لكن في العاب تانية انت شفتها، انا بلعب بس بديك مثال في الجيمز، لكن في الحقيقه هي اصلا جيم مستمر. يعني مفيش حد اسمه في البيزنس، مفيش ان حد فاز في البيزنس، في ناس دايما بتستمر بيطلع على رقم واحد وبعدين يتغير وبعدين يجي حد مكانه، زي الدوري وزي اغلب الرانكس اللي انت بتشوفها في رياضات تنس وخلافه، مفيش بطل ألتيميت، لكن دايما مع الوقت بيظهر ابطال اخرين ورقم واحد ده بيتغير مش ثابت. فاللي بيفوز في التورنمنت ديت او في 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 المسابقه ديت رقم واحد مش شرط يكون هو اللي بعديه لو الاخرين استعدوا وخدوا مكانه، لكن اللي بيكمل الجيم بشكل مستمر هو ده اللي بنسميه الانفينيت بلاير، ده نفسه طويل بيلعب لان هو بيحب اللعب ومكمل في الجيم بتاعت اللعب بتاعته، بينما الانفينيت بلاير عايز ياخد هدف صغير قوي وما يكملش، هو هدفه بس ان هو يكسب الجيم ده وخلاص. لكن الانفينيت بلاير لا، هو بيبص على ان هو مكمل والسكور بتاعه يفضل مكمل ونفسه طويل. فالفكره بتاعت البيزنس عموما والبيرسونال براندنج واي شغل، ان انت محتاج تكون عندك هذا النفس الطويل، وده بيجي من ان انت محتاج تحتك مع الناس ويبقى عندك نتورك كويسة وتبني البراند بتاعك بشكل سليم، ما تبقاش بس بتعملها عشان توصل لحاجة معينة. فانا برضو شفت ناس كتير في فكرة البيرسونال براندنج تحس ان هو بيعملها بهدف مؤقت او بهدف محدد، عايز يوصل لحاجة معينة في وقت معين. انا نصيحتي ما تلعبش الجيم دي بالشكل ده، العب الجيم الاكبر وخليك دايما بتبص لقدام، ما تبصش تحت رجليك وانت بتبني الكارير بتاعك والبراند بتاعك. طيب الجولدن كونسبت او الجولدن سيركل كونسبت، ده مبدا مهم جدا، ان كل حاجه بتبدا بواي. عشان كده وانت هتشوفنا دلوقتي بنبني مع بعض الستيتمنت بتاعت الفي ام في سي، كان لازم نبنيها بناء على حاجه انت مؤمن جدا بيها وفاليوز فعلا بتلمسك من جوه، دي بتختلف من الفاليوز اللي عندي عن اللي عندك عن اي حد تاني. فكان في كونسبت مهم قوي عند الجماعه اليابانيين بنسميه الايكي جاي، وهو بنسميه الريزن اوف بينج، يعني سبب الوجود. والموضوع مش عميق قوي كفلسفه، ولكن خلينا افكرك بيه على الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. لو تخيلت ان في اربع جوانب، حاجه انت كويس بتعملها كويس، وحاجه انت بتحبها، وحاجه العالم محتاجها، وفي حاجه الناس ممكن تدفع لك فلوس عشان تعملها. اوكي، تقاطع الاربعه سيركلز دول هي الايكي جاي، هي الحته بتاعت الريزون اوف بينج اللي انت، فلو قدرت انت توصل للحته دي فانت قدرت توصل لنقطه بتشتغل. تخيل انت بتعمل حاجه كل يوم انت بتحبها وكويس فيها والعالم محتاجها وبتاخد عليها فلوس، ده يعني بنسميها ألتيميت كونديشن. اغلب الناس بيدوك نصايح يقول لك والله دور على الباشن بتاعك على طول، شوف الباشن بتاعك، ما تتنازلش عن الباشن بتاعك. خلي بالك الناس هنا بتكلمك عن السيكتور ده بس، اللي هو الانترسكشن ما بين الدايره بتاعت الحاجه اللي انت بتحبها والحاجه اللي انت كويس فيها، تقاطع الاثنين دول بنسميها الباشن بتاعك. لكن مشكلة ان انت تبقى بس بتدور على الباشن بتاعك من غير ما يكون بيخدمه فيجن معينة او ميشن معينة او بيكون وراه كمان عائد مادي او ان بيتحط في شكل بروفيشنال، ان انت احيانا بيبقى ما بتحسش بساتسفاكشن. يعني انت لو بتعمل حاجة مهمة جدا بالنسبة لك ومركز على شريحة ضيقة قوي من البيزنس بتاعك في النظام الهندسي او whatever، هتحس ان انت فقدت الصورة الكبيرة بتاعت بقية الحاجات. ولكن ده ما يمنعش فكره التخصص، بس احيانا محتاج ان انت تفهم كويس قوي اللي انت بتعمله ده ينطبق عليه الانترسكشن بتاع الاربعه دول ولا لا. وعلى فكره انت ما بتوصلش من اول يوم للايكي جاي، لا، انت بتحاول تتحرك في المربعات دي. في الاول بتبدا بحاجه انت بتحبها، وبعدين تشوف ازاي تبقى كويس فيها، وبعدين تبدا ازاي تبقى تحولها لشغلانه تدفع فيها فلوس،
وبعدين ازاي تبقى البوزيشن بتاعك، وبعدين ازاي دي تخدم قضيه كبيره او 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 المجتمع بتاعك بشكل او باخر، وبالتالي تحاول تتكامل. ممكن تبدا بشكل عكسي، في ناس بيبداوا بان هو بيؤمنوا بمبدا معين ان حمايه البيئه، ان هو يوفروا طاقه ايا كان المبدا اللي عندهم، وبالتالي يبداوا يشوفوا ازاي يحولوها للباشن بتاعهم، وازاي تبقى هي دي شغلانتهم، وازاي تبقى هو ده الحاجه اللي بيعملوها بيحبينها وتدخلهم كمان دخل. يعني ممكن تبدا، الناس بتبدا من اماكن مختلفه، ولكن هي محاوله التصويب المستمره هي اللي بتخليك تتحسن في شكل الايمنج، او في شكل انك انت بتتارجت حاجه معينه عشان توصل للايكي جاي، وده بروسس مش وان شوت بتقدر توصل لها. لكن خلي في بالك دايما، وانت ممكن تعمل اكسرسايز ظريف، ارسم الدوائر دي واكتب ايه الحاجه اللي انت بتحبها، ايه الحاجه اللي انت كويس فيها، ايه الحاجه اللي ممكن الناس تدفع لك فلوس عشان تعملها لهم، ايه الحاجه اللي العالم محتاجها من اللي انت بتحاول تعمله، وتاكد ان تقاطع دول هو ده الايكي جاي بتاعك. طيب في بعض الباريرز، دي نقطه مهمه قوي بقى، بتمنع الناس انهم يعملوا البيرسونال براندنج بتاعهم، وانا متاكد وانت بتسمعني دلوقتي في شويه منهم جم في بالك. ازاي؟ تعال نشوف كده. اولهم يقول لك والله انا ما عنديش خبره، انا راجل لسه متخرج جديد وما عنديش خبره، ما يعني ما تكلمنيش عن بيرسونال براندنج، بعد 15 سنين هبدا اتكلم عن الموضوع ده. الكلام ده قد يبدو في ظاهريا صح، بس هو فعليا غلط. ليه؟ الانسان اللي لسه متخرج هو عدى على بعض الخبرات، خد شويه تدريبات، وهو مؤخرين اتكلم تحديدا عن المهندسين، خد تدريب مثلا في سنه ثالثه وسنه رابعه او حتى في ثانيه او قبل كده في بعض الاماكن، عمل مشروع تخرج، خد بعض المواد الهندسيه وبدا يعني يبقى عنده رؤيه سوق العمل عايز ايه، ازاي يعمل سي في، ازاي يعمل حاجه زي كده، فبدا ينمي شويه خبرات. شويه الحاجات اللي عندك دي تاكد ان اللي لسه داخل هندسه محتاج يسمعهم منك، او زميلك اللي ما عرفش ان الحاجات دي موجوده او ان هو ممكن يستفيد منها بشكل او باخر، سكيل او دوره تدريبيه او حاجه زي كده، مجرد انتشارها مع الاخرين ده نوع من الشيرنج اكسبيرينس بتاعك. فتاكد ان انت عندك شيء الاخرين عايزينه، اللي هم لسه هياخدوا الخطوه اللي انت خدتها، او حتى الناس اللي هي عدتك فتقدر تقول لك والله لا خلي بالك اللي انت بتعمله ده صح، بس ممكن تعدل عليه. يعني في نوعين من المنتورينج، حتى احنا لما بنتكلم في موضوع المنتورينج ليه كذا هايركي، يعني مش بس المنتور هو راجل قديم او اللي بقاله 20 سنه خبره هو اللي بيدينا خبراته، لا، ممكن حد يكون زميلي يبقى منتور بالنسبه لي ان هو احسن مني في حاجه، ممكن حد يكون فريش يعمل لي منتورينج في حاجه انا ما اعرفش اعملها، عادي جدا ما فيهاش مشكله. فعدم وجود خبره في وجهه نظرك انت ده بيحطك في وضع بنسميه انك انت بتحط نفسك خصم وحكم، فرجاء لا تصبح هذا الخصم وهذا الحكم، وحاول دايما تشير اي اكسبيرينس عندك، حتى لو اراء، حتى لو دوره خدتها، ايا كان ما تستصغرش نوع الخبره اللي موجوده عندك، اكيد حد ممكن يستفيد بيها. في ناس بتخاف من الجاجمنت، يقول لك يعني يا عم انا بقالي 5 سنين في المجال ده، في فطاحل موجودين في المجال ده، لو انا اتكلمت في الموضوع دوت الناس دي ممكن يعني تهاجمني او تبين ان انا مش فاهم. تاكد ان في زي ما انت بتقول كده في ناس فطاحل موجوده في المجال، وفي ناس اقل منك في المجال، فانت حاول تبسط المعلومات اللي عندك وتقدمها للناس اللي اقل منك في المجال، وده بالطبيعيه بيحفز الناس اللي عندها خبرات اكبر في المجال انها تخش تدلو بدلوها في الموضوع، فبرضو كل الناس بتستفيد. فصدقني الموضوع مش عليك انت، يعني انا لما الاقي حد قايل كلام مش صح او يعني معلومه ضعيفه في مجال مثلا اداره الطاقه، مش هخش اقول له انت اللي مهببه ده واللي انت بتقوله ده، لا مش هقوله كده، اقول له والله معلومه اشكرك جدا، معلومه هايله، بس في كمان معلومه اضافيه هي كذا كذا كذا، في ريفرنس تاني بيقول 1 2 3 4، فانا استفدت وهو استفاد واللي شافوا الدسكشن دي كلها هم استفادوا. فدايما خلي هدفك ان انت تعمل خدمه للاخرين، ما تهتمش قوي بحته الخوف، ما تخليش الخوف حاجز ان انت تتحرك لقدام. صدقني الخوف ده في بالك انت بس، مفيش اي مشكله ان الانسان يخاف، ولكن المشكله ان هو يستسلم لهذا الخوف ويمنعه ان هو يتطور. طيب مش عارف ابدا منين، بعض الناس يقول لك والله ما اعرفش ازاي ابدا منين، بيرسونال براندنج ده يعني للمشاهير بس والناس اللي عايزه مش عارف تخش فين وفين، وانا مش تابع الموضوع ده. انا هديك دلوقتي بعض الخطوات هتشوفها في الفيديو دوت بسيطه، وهنكمل بقيه الخطوات بتاعتنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله عشان نعمل بيرسونال براندنج، فما تخافش الخطوات موجوده. ممكن يعني اتفه خطوه ممكن تقوم بيها ان انت لو شفت حاجه، حتى مش شرط انت تكتب مقالات او تقول لنا حاجه، لو شفت معلومه كويسه حد عاملها شيرها، وده اغلب الناس بتعمله باي ديفولت. فالفكره بس ان الشيرنج بتاعي يكون مركز على موضوع معين، وممكن تحط لنا الكومنت بتاعك تقول والله المقاله دي ممتازه في المجال ده بس ما غطيتش النقط دي،
فمجرد ان انت عملت توب اب او يعني ضفت الجزء ده فوق المعلومه دي كادد فاليو، ده ضاف للمعلومه والارتكل. فارجوك ما تستصغرش تاني من الخير شيء او من الفاليو اللي انت ممكن تضيفها شيء ده. واحد يقول لك انا ما عنديش وقت، وده يعني من المشاكل اللي بنشوفها مش بس في مجال البيرسونال براندنج، في مجالات تانية. وردي هنا على موضوع اللي ما عندوش وقت، صدقني لو ما عندكش وقت تطور نفسك وتحسن نفسك هتفضل بتلف في الدوائر اللي انت فيها، وتفاجئ بعد 5 10 12 سنه ان انت في مكانك ما اتحركتش. ليه؟ لانك انت ما بتشتغلش على نفسك وما بتشتغلش على انك تطور نفسك وتساعد الاخرين وتبني نتورك بتاعتك. فصدقني انت احق الناس ان يكون عندك وقت ان انت تشاربن يور سول، زي ما قالوا كده، ان انت لو انت بتقطع اشجار وتستخدم دايما فاس، فعشان الفاس دي مع الوقت بتتلم، فلازم يعني ان انت تعمل لها شاربن او ان انت يعني تعمل لها شيبنج تاني عشان تقدر تقطع بيها بكفاءه. فلازم كل فتره تقف وتظبط الالات بتاعتك وتظبط السكيلز بتاعتك وتشير مع الناس معلومات وتعمل ريفرش وتاخد جديد. واحد يقول لك والله ما فيش جارانتي على البنفيت، ما فيش حاجه مضمونه بالنسبه للبنفيت دي، وده برضو تاني هي نفس النظره الضيقه بتاعت الفينيت بلاير والانفينيت بلاير. لو بتلعب لعبه البيرسونال براندنج عشان بس انك تظهر وتبان والناس تتكلم عليك، صدقني مع الوقت الكلام ده تويل فيد، يعني هيبان وهيتعرف، وفي نفس الوقت هتحس ان انت ما ضفتش فاليو، ضيعت وقتك في حاجه انت فعلا كنت اولى بالوقت بيها. ليه؟ لانك انت بتعملهاش من باب السيرفيس. البنفيت الاصليه هتيجي وانت مش متخيل حجم البنفيت. وانا بقول لك انا دخلت في المشوار دوت واستفدت جدا منه، واستفدت بشكل لا يمكن ان انا حتى يعني ابينه لك. مجرد بس ان انت بتساعد حد والراجل ده ترجع له تاني، تبقى محتاج منه مساعده، تلاقيه برضه فيري كين يساعدك، او ان ربنا يسخر لك ناس تانية تساعدك، دي حاجات مش ممكن حد يضمنها لك. انت لازم تعيش هذا الموقف، وانت اكيد عشته في مواقف تانية في حياتك. ساعد عشان تتساعد، وفي نفس الوقت ساعد وما تفكرش فين البنفيت، لانك انت العلاقه اللي مبنيه على المصلحه لا تستمر. طيب الواحد يقول لك والله انا خايف ان انا شاير النولج بتاعتي مع الاخرين وافقد الايدج بتاعتي. انا عندي ميزه نشرت معلومات في مجال معين وشايف ان انا حلو قوي في المجال ده، فلو شيرتها مع الاخرين يعني هيعرفوا النو هاو اللي عندي، خلاص فقدت الميزه اللي موجوده عندي. تاني ده برضو تفكير ضعيف جدا وفقير جدا. يعني لو هذا التفكير موجود عند حضراتكم او عند بعضكم، تأكد ان انت خسران 100%. هي عاملة زي ان واحد مثلا عنده اكلة معينة قفل عليها، لا هو اكلها ولا هو اكل اخرين منها، فايفنتشوال هيحصل ايه في الاكل ده؟ هيبوظ. وده فعلا اللي بيحصل. انا شفت ناس قفل على معلومات عندها غلط، خطأ يعني، معلومة خطأ، ومجرد ان هو شايفها ومستنيه بس يقدمها في الوقت اللي هو المناسب عشان يبان ان هو عارفها، ويفاجئ ان هو لما يجي يقدمها انها كانت خطأ، لان هو لو قالها للاخرين كان الناس صلحوا له، كان قالوا لا ده غلط صح كذا كذا. شفتها وشفت ناس خسرت الريبوتيشن بتاعتها بسبب انها عملت حركة زي دي. فرجاء لو انت عندك مجموعة من المعلومات وجود نولج ممكن تشارها مع الاخرين، ما تخافش، هتتصلح وهتعملها ريفريش وهتعرف اكتر منها وهستفاد فايدة كبيرة جدا. فما تخافش، الإدج الموجودة حاليا عندك فعليا مش المعلومات اللي انت قافل عليها، هي المعلومات الاوديتد اللي انت شايلها وفاكر انها فعلا فاليبل، هي دي المأساة اللي انت لازم تتجنبها في الكارير بتاعك. طيب في نقطة مهمة قوي كده، يقول لك والله انا عندي معلومات دي تخص شركتي وانا مش هقدر اطلعها. كلام مهم جدا، وبرضو انا بعض الناس بشوفها بتشير حاجات عن شركات بدون ما يكون عندها تصريح او انها تكون مخولة تتكلم عن المعلومات دي، لان في حاجة بنسميها الـ NDA او الـ Non-Disclosure Agreement، اتفاقية عدم افشاء الاسرار. اوتوماتيك لو انت موجود في مؤسسة معينة انت ملتزم ان انت تحافظ على معلومات واسرار هذه المؤسسة، وما قد يبدو ليك ان هو شائع ومعروف قد لا يكون شائع ومعروف بالضرورة. ولو انت شيرته القانون بيقدر يعني لو في الامور امور وحد حب يعني يحاسبك قانونيا، ممكن يحاسبك ان انت بتفشي اسرار منشآت مش مفروض انها حد يفشيها، بسبب ان ديت يعني فيها جزء من المحافظة على التنافسية او ايا كان. برضو سرية المعلومات من الحاجات المهمة لازم نحفظها واحنا بنشير معرفة. تقولي طب كويس، يبقى ده معنى ايه؟ ما شيرش حاجة. لا، الفكرة ان انت دايما تيجي تشير، شير جود براكتس. الجود براكتس ده موجود وشائع وليه رفرنس كتيرة جدا. الفكرة بقى ان الجود براكتس من غير خبرة عملية هو ده الجزء اللي انت بتضيفه. فانا اجيب لك مثلا الجود براكتس في الانرجي مانجمنت واقول لك والله خبرتي العملية عليه في التنفيذ ازاي ممكن تعمله، بدون ما اذكر عملته فين وازاي وكانت نتائجه ايه، لان انا في هنا هبقى بعمل ريفيل لمعلومات تخص مؤسسة معينة
او لو جيت ان انا ضربت مثال بمعدة معينة او كده افرغها من المعلومات اللي بتنم المعدة دي موجودة فين او تتبع شركة ايه، تمام؟ فده برضو من جزء من حسن استخدامك للمعلومات. وانا بشوف ناس كتيرة جدا بتشير معلومات المفروض انها ما تشيرهاش عن منشآت معينة وعن حاجات معينة. فرجاء الناس لازم تتعامل بشكل محترف، وانا شفت الكلام ده قبل كده، ولكن الناس بتزعل لما حد بيتكلم معاها في حاجة زي كده. ولكن انت ممكن تزعل مني النهاردة، لكن تزعل اكتر لما للأسف شديد ممكن يحصل لك ملاحقة قانونية من احد الاطراف. فرجاء حاول تحافظ على سرية معلومات المنشأة اللي انت موجود فيها، شير الجود براكتس، حط عليه خبرتك، محدش هيقدر يرجع عليك في حاجة زي كده، لانك انت لم تفصح عن معلومات تخص منشأة معينة. ده موضوع مهم جدا، ورجاء احنا مهندسين محترفين او بنتعلم ازاي نكون محترفين لازم نفهم ايه اللي لينا وايه اللي علينا يا جماعة، محدش بيتكلم في النقط دي. فرجاء انا حبيت احطها في الاطار بتاعها ده، يا رب تكون الجزء ده مفيد بالنسبة لكم. طيب الجزء اللي بعد كده هنبدأ بقى في هاو ازاي نعمل بقى البيرسونال براند بتاعنا، هنمشي فيه اسرع شوية. ورجاء انا عايز كومنتاتكم وارائكم في التعليقات عن الاجزاء اللي احنا عايزين نقف عندها ونتكلم فيها في استفاضه شويه. طيب فالبيرسونال براندنج في الجزء الاولاني، تعال انا اوريك مثلا الفي ام في سي الخاصه بتاعتنا على سبيل المثال. ده مثال بسيط جدا، مش هو الاوبتيم، ولكن مثال لحد عمل في ام في سي وبيستخدمها بشكل يومي. انا بستخدمها بالنسبه لي كديلي ريمايندر، افكر نفسي انا مفروض ان انا ستاند فور ايه وايه الكي فاليوز بتاعتي. بالنسبه لي الموست امبورتنت فاليو اللي انا دايما بيتمحور عليها اغلب الشغل بتاعي وافكاري حوالين الافشنسي والواي بتاعتي. وانا كنت واخد الاكسرسايز ده من كتاب فايندينج يور واي لسايمون سينيك، او ده من احلى الكتب اللي موجوده في المجال ده. ممكن تشوف كتب تانية، ولكن دي من الحاجات اللي انا يعني معجب جدا بافكار هذا الرجل والجروب اللي شغال معاه. فالماي واي لو سالتني يعني ايه اللي انت يعني بتقف خلفه او ايه الفاليو اللي انت بتحاول تشتغل عليها، ان انا بشتغل سواء في شغل الفني او الجزء اللي هو البيرسونال براندنج، ان انا بدور على ان ازاي الناس تبقى مور افيشنت. ليه؟ عشان يوصلوا للفول بوتنشال بتاعهم واقصى طموح ممكن يوصلوا له، عشان نسيب عالم افضل لولادنا بكره وفي مجتمعاتنا النهارده وبكره. دي نقطه مهمه قوي. ففكره الافيشنسي ان انت تدو مور وذ ليس هي دايما كانت المحور، وده بعد اكسرسايز انا عملته عشان اوصل ازاي ايه الفاليوز بتاعتي وايه اهم حاجه انا بحب اشتغل فيها وبعملها. فده نفس البروسس بتاعت الايكي جاي كده، بتحاول تدور على سنترال فاليو بتاعتك وازاي تتمحور حواليها وازاي يبقى شغلك واغلب تفكيرك ومشاريعك حوالين هذه الفاليو. الفيجن بتاعتي كده يقول لك اي ايماجين اولد في الفاست ماجوريتي اوف بيبل بيعرفوا ازاي يوصلوا الفول بوتنشال بتاعهم ويحافظوا على موارد السوسايتي اللي موجوده عندهم بشكل او باخر. عشان كده هتلاقي الانرجي افشنسي والكارير ديفلوبمنت من ضمن اهتماماتي الشخصيه اللي انا بشتغل عليها، عشان نسيب مجتمعات افضل وموارد افضل للاجيال الجايه. ده انا دايما ده لقيتها من ضمن الحاجات اللي انا دايما شخصيا مرتبط بيها. وبالتالي كانت الميشن بتاعتي ان انا بقول يعني بشكل ديكلير كلير جدا ان انا كوميتد ان انا اتعلم وانقل كل البيست براكتس في هذا المجال للاشخاص على مستوى الاشخاص او مستوى الشركات في شكل الافشنسي والانرجي افشنسي، بهدف ان احنا الناس توصل الفول بوتنشال بتاعها وبالتالي نسيب عالم افضل للنكست جينيريشن. فده كده بلوره لكل الحاجات اللي شفتها في الخطوات اللي قبل كده بحطها في شكل ستيتمنت. الستيتمنت دي لو انت شفتها كل يوم بتفكرك انت المفروض تعمل ايه وبتحفزك دايما، يبقى عندك دايما تحفيز مستمر. ازاي بعمل كده؟ ان انا بشتغل بساعد الاخرين من خلال بوستات، من ان انا اعمل ارتكل، اعمل فيديوز، بعمل كمان اونلاين تريننج كورسز. الحمد لله وصلت فيها لكن اكتر من 20,000 من الناس في 132 دولة. بحاول ان انا اوصل لعدد اكبر، وهتلاقي دلوقتي الارقام موجودة في الاكسرسايز بتاعنا. قد تبدو ارقام يعني طموحة شوية، ولكن كان لازم شوت هاي، وان انا ادور على ان انا ازاي اقدر اساعد. وانت برضو رجاء انا مش بقول لك الكلام ده عشان اتكلم عن نفسي، انا مش جاي هنا عشان اتكلم عن نفسي، انا جاي اديك امثله. وانت لو سمحت انا هشير معاك السلايدز دي، انت اقعد اكتب ازاي انت بالنسبه لك تقدر تحدد الحاجات دي، ايه الواي بتاعتك، ايه الميشن بتاعتك، ايه الفيجن بتاعتك. وممكن تشيل الجزء اللي انا كاتبه وتبدا تكمل انت، لان التمبلت اللي انت عايزه مثلا في الجزء ده تو جمله سو بعد كده ايه هيحصل، ايه النتيجه اللي انت عايزها في الاخر اللي هي ممكن تحركك وهكذا. طيب تعال نكمل بالنسبه للجزء اللي بعد كده، ان انت ازاي تكتب ميشن ستيتمنت. الميشن ستيتمنت دي عباره عن مجموعه اجزاء.
اول جزء فيها السلف، تتكلم عن نفسك. وانا عايزك هنا يعني تكتب ثلاث كلمات او تسال نفسك الفيوتشر سيت بتاعك، لو عايز تصفه بثلاث كلمات او ثلاثه ووردز يصفوا الفيوتشر اللي انت ممكن توصل له. تركز في ثلاث حاجات، يعني فكر ان انت مثلا هتبقى زي ما انا بفكر كده، ان انت تبقى ليه علاقه بموضوع البرودكتيفيتي كوتشنج والانرجي افشنسي اكسبرت، ده انا متخيل نفسي هبقى كده في المستقبل. وتاكد، مهم جدا الاكسرسايز ده لسبب، يقول لك كل حاجه في العالم اتعملت مرتين، مره في خيال الصانع ومره لما نفذوا الحاجه اللي هم كانوا عايزين يعملوها. طبق الكلام ده على اي جادجت او اي حاجه تم اختراعها او الناس اشتغلت عليها او بنتها، من اول عماره بسيطه لغايه الكمبيوتر لغايه ايا كان الموبايل اللي انت ماسكه في ايدك بتشوف عليه الاكسرسايز ده. فاي حاجه اتعملت مرتين، مره في ذهن المصمم ومره لما جه نفذها. فانت عايزك تفكر في الكارير بتاعك قدام انت هتبقى ايه، ولما يكون انت فعلا مؤمن ان انت هتكون ايه قدام تقدر تشتغل عليه وتبدا تصنعه خطوه خطوه لما توصل هناك. ففكره البيرسونال براندنج باختصار هو ان انت تبقى هذا الشخص في المستقبل اللي انت عايز توصل. طيب يبقى ده اول جزء. الجزء الثاني سوشيال، علاقتها ايه بالمجتمع بتاعك؟ علاقتها بالمجتمع بتاعك ان انت تبقى بتعمل سوشيال فيجن ليك، وتفتكر الناس ازاي هتصفك بعد فتره، او يعني بعد فتره من التعامل معاك عايز الناس تصفك بايه؟ ايه اهم ثلاث حاجات الناس لو سالناهم اكس ايه رايك في المهندس فلان هيصفوك بثلاث حاجات، وهم دول الثلاث حاجات اللي انت ممكن تكتبهم. فانا بالنسبه لي ممكن تكون ان انا ممكن اكون انسبايرنج موتيفيشن لايف تشينجينج وافيشنت بيرسون، او دايما شغال الموضوع على فكره الافيشنسي. فتاني بترجع الافيشنسي وبترجع بقيه الكلمات الثانيه، وبالتالي تبدا تسال نفسك وانا ايه اللي محتاجه عشان اكون ده، تبدا تشتغل عليه. الجزء اللي بعد كده السكيلز، زي ما قلت لك ايه هي السكيلز اللي انت محتاج تشتغل عليها تبقى فيها اكسلنت، وبالتالي تقدر توصل للسكيلز اللي انت عايز توصل لها في المستقبل بدون ما تبقى عندك مشكله. يعني سكيلز انت تعملها بشكل سهل جدا، ثلاث حاجات برضو. فبالنسبه لي انا كتبت الانرجي مانجمنت، الموتيفيشن والبروجكت مانجمنت، بستخدمه برودكتيفيتي كوتشنج، التايم مانجمنت. ممكن تكتب اللي انت عايز تكتبه طالما انت عارف بالظبط المجال بتاعك، سواء اتش سي اي، سيفتي، برودكشن، اويل اند جاز، ايا كان. طيب بالنسبه للجزء بتاع السيرفيس ده، وده الجزء اللي انت بتحاول تخدم بيه المجتمع بتاعك، هو السيرفيس فيجن بتاعتك. فدي فكره ان انت ازاي بتقدر تعمل كونتريبيوشن للعالم، لان انت لو ترجع تاني للايكي جاي اللي شرحناه في الاول، هي دي الجزء بتاع السيرفيس، هو ده الجزء. لان بيقول لك يعني كان اي انسان يقدر يكون يعني، او مش مهم ان انت تكون انسان مشهور، بس مهم ان انت تكون انسان عظيم. وكل انسان ممكن يكون انسان عظيم لو اختار حاجه يعمل بيها سيرفيس للاخرين. وبالتالي انت محتاج ان انت تحدد انت هتخدم العالم ازاي، لان لو الموضوع بالنسبه لك مادي بحت مش هتوصل، وقدرت توصل لجزء كبير من الماده تاني مش هتحس ان انت بيك عندك ساتسفاكشن عالي، وده اللي احنا شرحناه في الجزء بتاع الايكي جاي في اول الفيديو ده. وبالتالي انت محتاج تسال ازاي اقدر اعمل كونتريبيوشن للمجتمع بتاعي او للسوسايتي اللي انا شغال فيها. فانت ممكن تقول والله تحط رقم عشان تقدر تقيسه، انا اساعد 100 واحد، يعني مثلا اساعد مليون شخص ان هم يوصلوا للكارير ديفلوبمنت بتاعهم وان هم يغيروا حياتهم. ممكن اساعد حوالي 100,000 شركه ان هم تسيف انرجي مثلا بالنسبه لي، اساعد عدد معين من الناس اللي محتاجين مساعده في مصر او في غيرها، وهكذا. ممكن تحط بالنسبه لك اهداف، وبالتالي كل فتره تشوف انت وصلت فين الهدف ده. احيانا بيكون طبعا ده موضوع هنتكلم عليه فيما يخص السمارت جولز والاهداف دي، هل هي مستحيله ولا حقيقيه ولا ايه، ولكن دي اهداف محفزه بالنسبه لك تفكرك ايه اللي انت محتاج تشتغل عليه عشان تتحرك لقدام. طيب وبالتالي هتلاقي البراند ستيتمنت، بعض الناس بتحط بعض البراند ستيتمنت مختصره عشان تفكر نفسها برضو. يعني مثلا انا بالنسبه لي بستخدم the passion of saving energy and cost والانفايرمنت، ده بالنسبه لي هذا الباشن او الشغف في هذا الاتجاه بالنسبه لي مهم. ممكن حد تاني يقول لك والله ميكينج انوفيشن هابن، واحد بيشتغل على موضوع الانوفيشن زي الابل والشركات اللي زي دي. وبص على الشركات هتلاقي برضو بتحط سلوجنز رائعه جدا ممكن تعملك انسبيريشن وانت حط لنفسك. ممكن واحد يقول لك والله انا سترايفنج تو فور ذا ماكسيمم بلانت سيفتي، هي دي الستيتمنت بتاعتي. واحد يقول لك والله اي وانا اتشيف البروفيتبل سستينابيلتي وغيرها. انت حط الستيتمنت بتاعتك، فكر فيها، فكر في حاجه دايما تفكرك بان انت عايز توصل لايه في نهايه المطاف وايه اللي انت متمحور عليه. طيب
الاجزاء الجايه همشي فيها بسرعه لان انا طولت في الفيديو ده، انا بعتذر ليكم، ولكن ده مهم جدا، ولكن هفرد لها بعد كده عن كتابه السي في والليترز. انا بشوف برضه بعض الناس بتقع في مشكله في موضوع كتابه السي فيات والكفر ليتر. موضوع السي فيات والكفر ليتر اللي انا عايز اقوله لك هو غير الشائع. الناس دايما بتعمل سي في واحد وفي اي حته تروح جايه بعتها على طول. ده خطا شائع. الخطا الشائع ليه؟ لان انت محتاج ان انت تعمل سي في تيلر لكل شركه، تقول شغلانه بقى انا كل شركه اعمل لها السي في بتاعها. شوف الانسان اللي هو عايز يبقى اكسلنت في حياته او يوصل لاهداف اكسلنت لازم عنده مايند سيت مختلف عن الجموع، عن الشائع. فلو انت عايز يعني تبقى مع الجروب الافرج، اعمل حاجات افرج وما تتوقعش منها ان انت توصل لنتائج يعني اكسلنت، صح كده؟ مش ممكن اعمل مجهود افرج واقول ان عايز اجيب نتائج اكسلنت او ممتازه، مش هيحصل. مقدمات بتؤدي لنتائج. فبالتالي اللي انا بقول لك عليه النهارده، انت محتاج تبذل مجهود وتفهم الشركه دي ايه الوضع بتاعها، ايه البيانات اللي عنها، بتعمل ايه الشركه اللي انا بقدم فيها، ايه هي الفي ام في سي بتاعتها، اروح على لينكد ان اشوف الليدرشيب بتاع الشركه دي مين، ايه البروفايل بتاعهم، بيدوروا على ايه، خلفياتهم ايه، الكومباريزون تيبل بتوين الجوب ريكويرمنت، حضر لهم تيبل اقول لهم يا جماعه انتوا طالبين ده وده اللي عندي كومباريزون، حطها قدامه بشكل واضح كده في السي في بتاعك او في الكفر ليتر بتاعك. ده غريب عن ان انت الناس بتقوله لك عن الاكلاشيهات والتمبلتس اللي الناس دايما تكلمك فيه، لكن صدقني انت لازم تفكر، لازم تكون انسان متفكر. حط نفسك مكان الطرف الثاني. انا عندي قاعده بسيطه قوي، حط نفسك دايما مكان الطرف الثاني وشوف انت تتمنى تشوف ايه في السي في اللي جاي لك واعمله. قد لا يكون ده بالنسبه لك مريح، ولكن تاكد اي مجهود انت بتبذله مش هيروح هباء. ده اللي انا اتعلمته وده اللي انا شفته وده اللي ممكن يكون الناس تقول لك عليه. طيب، وبالتالي من المواصفات بتاعت السي في، ناس طبعا اسهلت في الكلام ده واتكلمت فيه بشكل او باخر، ولكن انا بقول لك السي في لازم يكون شورت وانترستنج، لان انا لما اشوف السي في هبقى الفكره اما اخد قرار بعد ما بصيت على السي في ان انا عايز اقعد مع الراجل ده او الشخصيه دي اتكلم معاه او مش عايز اشوفه تاني. فانت اللي بتحدد. فانت لو جبت لي 5 6 7 8 صفحات متوقع ان انا اقعد اقراهم كلهم، ده ما بيحصلش في الواقع. لازم يكون السي في بتاعك مختصر وشورت ومعمول بشكل كويس، وتاكد ان هو يوصل رسالتك بسرعه في اقل من 6 ثواني، لان هي دي الفكره. لو قدرت في 6 ثواني تدي له انطباع ان انت انترستنج هيكمل القرايه. لو من اول 3 ثواني الموضوع دش وصعب وفونت صغير والتنسيق وحش، سوري اسمح لي، هيركن السي في بتاعك. ده اللي بيحصل بدون ما تكون انت ده يعني يعجبك او لا، بس ده للاسف شديد اللي بيحصل. الكفر ليتر برضو حط فيه انت ليه هما محتاجين يعينوك انت بالتحديد، وازاي تقدر تقدم لهم فاليو. زي ما قلت لك ممكن تحط فيها المقارنه اللي احنا اتكلمنا عليها. اللينكد ان هنتكلم عليه بشكل مفصل، لان هو ده البلاتفورم اللي انا عايزك بقى تنتشر عليه وتكبر ويكون ليك فيه بروفايل. هو ده المكان اللي فيه ريكروترز وفيه اصحاب الشغلانات وفيه الانجينيرنج مانجرز وفيه اصحاب الشركات وفيه كل الدنيا اللي انت محتاج تنتشر عليها وتقضي عليه وقت كويس. من الحاجات السريعه اللي ممكن اديها لك ان اللينكد ان المفروض ان هو ريفلكت البراند بتاعك، يكون فيه فوتو او صوره بروفيشنال، الهيستوري والاتشيفمنت بتاعتك تكتبه بشكل انترستنج، تعمل كونكت مع الناس ريليتد في الدومين اللي انت عايز تنتشر فيه، تستخدمه كبلوج وتحط عليه ارتكل وتضيف عليه حاجات وصور وتشير عليه حاجات ممتازه جدا ليها علاقه بالبروفيشنال بتاعك. بلاش الحاجات المودي، بلاش الحاجات الشغل بتاع الفيس. انت ممكن تقول لي انا حر، ده اللينكد ان بتاعي، اقول لك تمام، ولكن تاكد ان كل ده ليه ثمن. كل ما تعمل حاجه صدقني ليها ثمن، والثمن ده انت بتدفعه سواء يو لايك ات اور نوت. فانا لو انا انجينيرنج مانجر وببص على بروفايل بتاع حضرتك على لينكد ان ولقيتك حاطط هناك حاجات سلبيه وفيها استهتار او مثلا استهزاء بشغلك الحالي، تاكد 100% ان انت مش من ضمن اختياراتي. انا بقول لك عشان تبقى بس على بينه، وانا اسف الكلام ده ممكن يكون قاسي، ولكن دي الحقيقه يا جماعه. انت راجل محترف لازم تتعامل كراجل محترف، لازم تكون مسؤول. لما تكون موجود في شركه معينه انت بتمثل هذه الشركه وتمثل نفسك كانسان محترف. فرجاء الخاسر الوحيد هو انت مش حد تاني، تاكد. طيب، بتبدا دايما تعمل ريجولر ابديت للبروفايل هناك وتبدا تشتغل عليه وتحط عليه دايما حاجات مهمه، عملت اتشيفمنت او حاجه زي كده. طيب انا اسف طولت عليكم تاني، ولكن تعال نشوف ايه الاكشنز اللي ممكن تعملها. اول حاجه درافت يور فيجن، وانا هشير لحضراتكم لينك في السلايد دي عشان تقدر يساعدك ازاي تكتب الفيجن بتاعتك. درافت يور ميشن، دي مهمه قوي، عايز تعملها ازاي. حط شورت براندنج ستيتمنت بالنسبه لك. بص على اعمل سيرش، هات جود تمبلت للسي فيات بتاعتك والكفر ليترز وحطهم على اللينكد ان بروفايل بتاعك لو انت حابب.
اعمل كريت يعني دي لينكد ان بروفايل كويس ودايما اشتغل عليه بشكل فيه امبروفمنت وشير هناك حاجات. ابدا اعمل بوستنج هناك واكتب ارتكلز، مش شرط تعمل ويب سايت خاص بيك انت. اللينكد ان ده بلاتفورم رائع ويكفيك جدا ان انت تنطلق من هناك وتبدا تعمل كونكشنز، والقوه بتاعت الكونكشنز بتاعتك بتحدد قيمه وعدد الفرص اللي هتجيلك في وقت معين. انا بعتذر ان انا طولت عليكم تاني، ولكن اتمنى تكون الفيديو ده بدايه لينا في فكره البيرسونال بلاندنج. تحت امرك لو في اي استفسار، وهنحاول ان شاء الله نحافظ بشكل اسبوعي ان احنا ننزل تاني ونكمل نتكلم بالتفصيل. طلبي من حضراتكم حاجتين، اول حاجه اعمل الاكشنز ديت انت المستفيد. تاني نقطه دي مهمه جدا، عايز ارائكم في كل اللي انتوا سمعتوه. لا يوجد خطأ وصواب مطلق، أنا إنسان بأخطئ وأصيب، وكنت حاولت من خلال أن أنا شفته ومن خلال متابعتي للبلوجات والناس اللي فيها المهندسين زمايلنا واللي احنا بنحترمهم جدا وأتمنى لهم كل خير، وأن أنا شايف أن هم يستاهلوا أضعاف أضعاف قيم النجاح اللي هم وصلهم النهاردة. هو ده السبب، هو ده اللي بخليني وأنا بتكلم بكون قاسي شوية عليكم وأنا آسف، ولكن أنا مهتم أن أنتوا تكونوا كويسين. فاحيانا صراحتي ممكن تزعل مني بعض الناس، ولكن انا مش عايز الاقي ناس يعني فعلا عندهم تالنت. المهندس المصري او المهندس العربي عنده كمية كبيرة جدا من التالنت وعنده كمية كبيرة جدا من البوتنشال ان هو يبقى حاجة كبيرة جدا ويكون انسان محترف. في عائق بيقف قدامه ممكن يكون في التفكير، فكان هدفنا ان احنا نغير المايند سيت بتاع حضراتكم، ودي البداية. انا يعني دي كانت اول خطوة في فكرة الشيفت مايند سيت بتاعتكم، واتمنى ان انا اكون نجحت ان احنا نبدا نعمل شيكينج للصوره التقليديه اللي موجوده عندكم وللاحسن باذن الله. اشكركم جدا واسف الاطاله، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله نكمل مشوارنا فيما يخص البيرسونال براندنج. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.